اسمع لمن؟ للعلماء، كبار العلماء. هذا مهم جدا عند من؟ عند الطالب. أنا أدرس الطلاب فرائض، تعرف فرائض؟ إيش؟ دفتر وشباك ورسم وأخ شين، يعني أخ شين يعني أخ شقيق، وربع وثلث وثلثان واربع وعشرين وستة وثلاثة. مر بنا أحد العوام الجهال طلق هكذا، قال إيش هذا؟ واحد من الطلاب قال هذا فرائض. قال إيش فرائض؟ إذن هذا جاهل جهل مركب. قال الفرائض في قسمة التركات، إذا موت إنسان نحن إيش؟ نقسم تركته ونوزع المال على ورثته. قال ما شاء الله، الناس يقتلوا في العراق وفي كذا وانت تقسموا التركات؟ طب ايش يبغاني؟ ايش يبغى مننا؟ يبغى مننا نكون خوارج؟ نروح نقاتل؟ فانا قلت له تعال، شفت هذول اللي قتلوا في العراق وفي كذا؟ احنا نقسم تركاتهم. انت ايش تسوي؟ انت شيطان. والله بعض الناس هو شيطان، ما يريد منك ان تطلب العلم ولا تتعلم، يبغاك تكون ايش؟ خارجي. تروح تقاتل، طب وقاتل مع من؟ انا لو اريد اسافر الان، اسافر من المدينه الى شروره، تذكره وين انزل، كيف المنطقه، ولا بد من موافقه الدوله والوزاره، صح؟ نعم. كيف انا اريد اسافر الى الجهاد وانا لا اعرف مع من اجاهد ولا اعرف اقاتل اصلا؟ هذا قتل نفس اخواننا. فاخواننا الجهاد عباده او عاده؟ من يقول لي عبادة؟ إذن عبادة ما تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يباع الخليجي كان في العراق 250 دولار، والله 250 دولار، يمكن لو تشتري خروف نجدي أغلى من هذا الخليجي. ليش؟ لأنه قال ماذا تريد؟ قال مجاهد. طيب مجاهد، ما هو وصف المجاهد؟ كيف أكون مجاهد؟ ليس هكذا على ما تريد أنت تكون مجاهد. طيب كان هذا مدمن مخدرات، قال التوبة، يلا باب التوبة مفتوح. طيب باب التوبة لها شروط، قال تمنع الناس من التوبة.